هذا وقد أكد الكاتب والمحلل السياسي سعد راشد أن دولة قطر استغلت الجمعيات الخيرية في قطر وخارجها لدعم الكيانات والجماعات الإرهابية ماليا. قامت دولة قطر بإنشاء منظمات خيرية واستغلت تلك المنظمات من أجل دعم الكيانات الإرهابية، خصوصا تلك الكيانات الهاربة من الدول العربية. طبعا من ضمن تلك الكيانات التي تم تصنيفها من ضمن الدول، يعني قامت الدول الداعية لمكافحة الإرهاب بتصنيف ضمن الكيانات الإرهابية، هي أولها قطر الخيرية، والتي اليوم لديها الكثير من الشبهات، وخاصة في الدول الأوروبية والدول التي تشهد الكثير من عمليات التأزيم. لعل اليوم الكثير من التقارير تحدثت عن تلك المنظمات ومدى دعمها إلى التنظيمات المتشددة خصوصا في الدول الأوروبية. هناك تقارير تحدثت كذلك صحفية عن وجود ارتباط هذه المنظمات بالكيانات الإرهابية خصوصا في منطقة الشرق الأوسط، وأنها تستقل اليوم هذا الستار العمل الخيري إلى دعم تلك المنظمات الإرهابية. ولعل اليوم الكثير من الارتباطات، خصوصا الفضيحة القطرية التي بضمن تفجيرات الصومال، والتي كان هناك الكثير من التسجيلات حول سفير الدوحة هناك، والتفجيرات التي حدثت اليوم في الكثير من الدول العربية. طبعا هذه التنظيمات أو المنظمات الخيرية التي تدعي بأنها تقوم بتلك الأعمال هي جزء من عمليات التمويل التي تقوم، أو الستار الحامي إلى النظام القطري في تمويله للإرهاب.